السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها بهاي الحلقة. حياكم الله مجددا. العراقيين يعزفون منذ عقود عن إيداع أموالهم في المصارف الحكومية وحتى الأهلية، وهذا ما جعل الجزء الأعظم من الكتلة النقدية بالدينار العراقي خارج النظام المصرفي في وضع يكاد يكون فريد في العالم. فتعترض هذا النظام مشاكل عدة، أبرز هذه المشاكل غياب الصدقية والعجز عن إقرار التشريعات القانونية اللي تضمن الودائع في البنوك الحكومية والأهلية، فضلا عن انخفاض الكتلة المصرفية، وهو ما يوجب نهضة كبيرة وتنمية مستدامة تأخذ بعين الاعتبار كل المتغيرات العالمية اللي انقطع العراق عنها لسنوات عديدة بسبب السياسات السابقة ونتائجها. ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة راح نتحدث عن ما كان في وقت الحكومة السابقة، حيث كانت تنتهك حقوق الإنسان وتعذب أشخاص أبرياء تحت مسمى لجان محاربة الفساد، تنتزع الاعترافات منهم عنوة. هذا الموضوع كان في بلد تنهشه صفقات الفساد والسرقات لمصالح شخصية أو حزبية، حيث كانت كل مفاصل الدولة تشكو الإهمال والتراجع في مستوى تنميتها، حتى وصل الحال أمريكا نفسها الداعمة لبعض التحركات المخالفة علنا أو خفاء أصدرت تحقيق بشأن التجاوزات الإنسانية اللي كشفت فيه عن حجم الانتهاكات في تلك المدة المنصرمة. ومن جهة أخرى فإن حكومة الخدمات منذ بداية تسلمها المهام الحكومية وبدأت بواجباتها جعلت ضمن البرنامج الحكومي المحافظة على حقوق الإنسان. إذا مشاهدي الأحبة، هذين الملفين المهمين راح نناقشهم في هذه الحلقة مع ضيوفنا الكرام المتخصصين في هذه المجالات، بتفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. من سنوات يواجه النظام المصرفي بالعراق مشاكل عدة، ثم لم يستطع تجاوزها بسبب انقطاع عن الفضاء الخارجي اللي حرمه من مواكبة آخر مستجدات هذا القطاع لغاية الآن. فتراكمت تعقيداته لتصل بالحال إلى غياب ثقة المواطن بهذا النظام. خلونا مشاهدي الأحبة نفتح هذا الملف، لكن بعد أن نشاهد التقرير اللي أعده أن الزميل علي حبيب. تحديات عدة تواجه القطاع المصرفي في العراق، فهو ما زال متأخرا قياسا بالنظم المصرفية العالمية لبيروقراطية الأداء وعدم امتلاك المؤسسات الأهلية منه مساحة خاصة وحرية التعاملات، فضلا عن العمل المجزأ وعدم تبني رؤية التكامل في الهيكلية الإدارية والتشغيلية، وهذا ما أنتج مصارف غير متجانسة. أنا أعتقد هذه المصارف تحتاج إعادة تنظيم، سعوف هيكل، إعادة تنظيم كبير حتى تتكامل السوق المصرفية، لأن مصارف الأهلية اللي عدد 70 مصرف ترى حصتها من الموجودات 20%، حصتها من الودائع فد 12%، على الرغم من رؤوس أموال هالشكل حوالي فد 80% من رؤوس أموال جهاز مصرف. شوف تناقض، يعني أكو تناقض كبير، السوق غير مكتملة غير متكاملة، السوق ضعيفة مشتتة. أنا أعتقد آن الأوان لإعادة تنظيمها. حالة البون الشاسع وغياب رقمنة العمل المصرفي والتشريعات القانونية الضامنة ولدت انعدام ثقة بين المواطن والجهات المعنية بالإيداع والإقراض، فضلا عن افتقار هذا النظام لقواعد الحوكمة اللازمة لمراقبة أداء مجالس الإدارة. ولتجاوز هذه العقبات لابد من مواكبة المتغيرات الخاصة بالبنوك الدولية. حقيقة النظام المصرفي في العراق يعاني كثير من المشاكل، والنتيجة واضحة لأنه لم يواكب التطور الحاصل في على مستوى المصارف العالمية. يجب أنه نخطو خطوة وخطوة جبارة، وفي سبيل أنه تكون مصارفنا مصارف تتبع النظام الإلكتروني. وعملت الحكومة العراقية الحالية على انتهاج مسار يواجه التحديات المالية والاقتصادية من خلال تشكيل فريق مشترك من هيئة المستشارين في رئاسة مجلس الوزراء والمصارف الأهلية لمراجعة التشريعات التي تعيق عمل المصارف، وضع آليات الدعم وتقديم الحلول الممكنة. علي حبيب، الأيام الفضائية.
حياكم الله مجددا مشاهدي الاحبه، ارحب بضيفي الكريمين الاستاذ علاء الفهد الخبير الاقتصادي والاستاذ هيثم الحسني الخبير الاقتصادي، حياكم الله ضيوفي الكرام. ابدا مع حضرتك استاذ علاء، لما نتحدث عن الحكومه التي وصفت نفسها بحكومه الخدمات، بالتالي لحد يوم امس التقى رئيس الوزراء بكبار رجال القطاع المصرفي، سواء بالاخص على المصارف الاهليه وممثلين عنها ورابطه المصارف العراقيه. بالتالي موضوعة المصارف أيضا هي في سلم الأولويات اللي كشفت عنها الحكومة العراقية، بأن هذا الملف مرتبط ارتباط مباشر مع مصلحة المواطن العراقي. كيف نقيم اهتمام الحكومة بهذا القطاع وما الذي ممكن أن يقدم إليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أوجه التحية لك ولضيفك الكريم ولكل مشاهدي قناة الأيام الكرام. لك كل التحية أستاذ علاء. حقيقة القطاع المصرفي يعاني من مشاكل كبيرة جدا واختلالات هيكلية في عمل الجهاز المصرفي سواء كان حكومي أو أهلي. الحكومة وضعت برنامج إصلاحي أولا اللي تحت شعار مكافحة الفساد وتقديم الخدمات، وأكيد هذا طبعا يحتاج أن يكون هناك إعادة نظر بالجهاز المصرفي بشكل عام وآليات عمله اللي طبعا أكل الدهر عليها وشرب، رغم أنه هناك العديد من الدراسات التي كانت تشير إلى الإصلاح المصرفي ومنذ عام 2003 لحد الآن، لكننا لم نلمس هذا الإصلاح على أرض الواقع بسبب أولا انعدام الثقة بالجهاز المصرفي من قبل المواطن، وأيضا غياب الآليات الصحيحة العالمية للأتمتة من جهة، وأيضا اليوم المواطن عندما لاحظ أنه حسب تقارير البنك المركزي ووزارة التخطيط أنه 80% من الكتلة النقدية هي خارج الجهاز المصرفي، إذن هناك مشكلة في العمل، وهذه المشكلة تكمن في مسألة الثقة بين المواطن والجهاز المصرفي. عندما الحكومة خلت هذا البرنامج وتم اللقاء مع الجهاز المصرفي ورابط المصارف من أجل أن يتم تشخيص مكامن الخلل، هل هو خلل تشريعي، خلل بنيوي، خلل بآليات العمل، وأين يعني أين المشكلة؟ هل المشكلة مشكلة وظيفية بالموظفين، المشكلة بآليات العمل؟ لكن الحقيقة اللي ملموسة لدى جميع المعنيين أنه هناك اختلال نتيجة الفساد اللي موجود، الفساد المالي والإداري، وأيضا ضعف الرقابة، بحيث أنه هذا الجهاز اليوم عندما وضعت عليه رقابة مشددة من قبل البنوك العالمية لأتمتت عمله، أصبح الخلل واضح من خلال عملية مزاد العملة والدخول إلى مزاد العملة، بحيث أنه المصرف اللي ما عنده إجراءات أتمتة حقيقية إلكترونية يكون خارج العملية، وبالتالي تم كشف الخلل اللي موجود لدى الجهاز المصرفي. طيب. عملية الإصلاح تحتاج أنه تغيير آلية العمل بشكل كبير جدا من خلال التشريعات ومن خلال بيئة العمل ومحاولة زرع الثقة بين المواطن والجهاز المصرفي سواء كان أهلي وحكومي، اللي اليوم بمشاكل كبيرة جدا، رغم أن هناك خطوات من قبل البنك المركزي لدعم الجهاز المصرفي عن طريق توطين رواتب الموظفين لدى المصارف والانتقال إلى الكريدت كارت والفيزا كارت من أجل أتمتة العمل المصرفي، لكن هذا لا يتعدى أنه عمل مجرد إيداع رواتب يتم سحبها بيوم أو يومين، وبالتالي تنكشف العملية أنه هي ليس عملية إيداع أو عملية ثقة، وهذا طبعا الموضوع ربما يكون أكبر من حجم الحكومة، أنه حتى ترتبط بدول أخرى وأيضا ما يسمي بالتحويلات السوداء، كل هذا يحتاج إلى إعادة ضبط إيقاع العمل المصرفي وإدارته. أصبحت ثقافة مجتمعية جديدة، أجد ترحاب بحضرتك أستاذ هيثم الحسني، لما نتحدث عن رواتب الموظفين، شوط طويل قطعت الحكومات السابقة بأن وطنت رواتب الموظفين على المصارف الأهلية الحكومية، لكنه مثل ما تفضل السيد الفهد بأنه هي مجرد أنه عملية إيداع من قبل المصارف وسحب من قبل الموظفين والمواطنين، يعني ما راح يبقي من رصيده شيء ويعتبر هذا مدور حتى يستفيد هذا القطاع. نتحدث هنا عن الموثوقية بين الحكومة وبين المواطن، نتحدث عن الموثوقية في ارتفاع أسعار صرف الدولار، هذا الارتفاع المضطرد، وبالتالي المواطن اللي راتبه محدود والأسعار في السوق بدأت ترتفع، شلون نحقق هذه الثقة في ظل هذه الحكومة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك الكريم ولكل مشاهدي قناتكم الكريمة. لك كل التحية. حقيقة احنا نعاني دائما من يعني مشكلة بتحويل أو تغيير مسار الأهداف
وفلسفة كل موضوع. كان يفترض من عملية توطين الرواتب أن تسبقها حالة أنه يعني يكون عندنا نظام خزينة موحد، حسابات كاملة معروفة تشمل كل يعني كل المصارف وكل الخزينة بصورة عامة. كان يفترض عندنا تطبيق نظام أفمس، وهو نظام الإدارة المالية المتكامل، في سبيل أنه يعني أسيطر بالانضباط المالي، ومن ثم يصير عندي مبدأ ثاني وهو الرقم الموحد. أنا بعد ما أعتمد على اسم فلان وعلان ويصير عندي هاي التضارب بالأسماء والتشابه الأسماء، ويصير عندي وراها أقدر أطبق مبدأ اللانقد. هي كانت خطوة أساسية للانتقال إلى مبدأ اللانقد. مبدأ اللانقد من المبادئ المهمة جدا طبقتها معظم الدول، واستفادت في تنمية رأس المال البشري. إحنا يعني رأس المال البشري أو رأس المال المجتمعي، هذا هو اللي يبني الثقة ما بين الحكومة والمواطن اللي عايش في تلك أو المقيم في تلك الدول. حقيقة إحنا عندنا هنا قصور كلش كبير، خاصة وإنه لحد الآن يعني تشريعاتنا، طريقة العمل مالتنا هي طريقة قديمة تعود إلى سبعينات القرن الماضي وثمانينات القرن الماضي، بل إنه نظام الإدارة الشامل عندنا هو يعود إلى فكر الحصار. كثير من مؤسساتنا لم ترتقي في عملها، دخل البنك المركزي في عملية الصيرفة وإدارة يعني وقضية إنه الإيداع وفتح حسابات وغلق حسابات، وهو كان بيفترض بالسياسة النقدية أن يكون البنك المركزي يشرف إشراف، يرسم سياسة ثم يترك تطبيقها إلى باقي المصارف، وعدل قانونا ودخل في عملية التنفيذ، وقلنا هو مثل البرلمان التشريعي. حقيقة المادة رقم 6 من قانون الإدارة المالية يوضح كثير من عملية أنه تحديد العملة وسعرها وسعر الصرف وآلية الصرف شلون تكون لو صار انضباط مالي بها. يعني قال أنه وزارة التجارة تنسق مع البنك المركزي لإعداد خطة التجارة الخارجية. أنا هنا من عديت الخطة التجارة الخارجية، صار عندي تقديرات فعلية للنقد. العملة الصعبة أنا قد أقدر أحط لي هذه الخطة، وهنا أنا راح أبدي تصير عندي سيطرة على الاستيرادات، على المنافذ. هاي يعني خلينا نقول إحنا العملية المشوهة في الإدارة، كل جهة هي واحدة تعمل بعيدة عن الأخرى، سوف تنتهي. راح أنا أسيطر بها على نوعية البضاعة، الكواليتي مالتها، آلية الاستيراد، العلاقات الخارجية، العلاقات الداخلية، كيف أنه تبدي عندي التنمية الشاملة في هذا المجال. إذا نؤكد على قضية أساسية، إحنا عندنا مشكلة في أسلوب الإدارة. إلى الآن لم تخرج للمواطن لم يخرج من فكر الحصار، ولا الإدارة خرجت من إدارة أزمة الحصار. يعني لو نشوف احنا مثلا وزارة المالية عندها مثلا انه اخراج الموازنة هو اهم شيء موجود، يعني والهدف كله في انه يعني اعداد الموازنة. نجي لوزارة التجارة هي بس تريد تغطي البطاقة التومينية، واصبح الارباك واضح على معظم الوزارات في هذا العمل في أزمة، وليس في عملية تنسيق متكاملة في هذا المجال. طيب. احنا لو ردنا نتكلم على الاقتصاد ونقول اثره في المجتمعات، الاقتصاد ما ممكن ان يتعامل بهذه الطريقه. الاقتصاد له 3 مرتكزات، اولها ان سياسه التجاره الخارجيه والداخليه، ثم الاداره الماليه، ثم السياسه النقديه. ويجب السياسه النقديه ان تتبع الاداره الماليه من اجل خلق فرص عمل. فهنا احنا قدرنا ان نباوع تنمية الناتج المحلي، وقدرنا أن نباوع على خلق فرص عمل، والتي سوف تعود أكيد على قضية التضخم وغلاء الأسعار اللي إحنا بها أصبحت مشكلة تواجهها هاي الحكومة. أستاذ علاء، يشير الأستاذ الحسني بأنه كل وزارة على حدة، التجارة تحاول تلبي ما مطلوب منها في البرنامج الوزاري، الصناعة، التعليم، كل وزارة لديها همومها ومشاكلها، بالتالي ماكو توليف وإدارة هذه الوزارات من قبل مجلس الوزراء. هنا في هذا الاجتماع اللي جرى يوم أمس، يعني رئيس الوزراء طرح الحاجة الماسة إلى تبني مسار جديد في الاقتصاد العراقي، وهذا المسار عن طريق اعتماد صندوق العراق للتنمية، اللي من المؤمل أن يحمل توجه نحو تنفيذ المشاريع من قبل القطاع الخاص. بالتالي هكذا توجهات، هل من الممكن تحقيقها؟ هل من الممكن أن تؤدي بالواقع العراقي الاقتصادي تحديداً لقفزات نوعية يحدثها في هذا الصدد؟
طبعا هي خطوات من اجل الاصلاح، واي خطوه اليوم هي مباركه سواء من الحكومه او من القطاع الخاص من اجل اخراج العراق من المستنقع الحالي او الاقتصاد العراقي. نعم. احنا مشكلتنا مثل ما ذكر الاستاذ هيثم غياب التنسيق بين الوزارات لتنفيذ برنامج حكومي معين او هدف موجود داخل برنامج الحكومي المفروض الكل يتناغم يضبط ايقاع من اجل تنفيذ هذا الهدف. ما نشوف انه وزاره تعمل بهدف معين ووزارة أخرى تعمل بالضد من هذا الهدف أو تسير بهدف معاكس لهذا الهدف. فلذلك نحتاج أولا يكون هناك تنسيق فعال بين الوزارات من أجل تنفيذ النقاط الأساسية في البرنامج الحكومي. يعني اليوم عندما يتم تطبيق سياسة جديدة للبنك المركزي من أجل ضبط السياسة النقدية على سبيل المثال، يجب أن تتناغم مع السياسة المالية وأيضا فكرة وزارة التجارة أو الصناعة، بحيث اليوم عندما ترتفع الأسعار أسعار المواد المستوردة يجب أن يكون هناك حلول بديلة مرونة في جهاز إنتاجي من قبل سواء كان من قبل وزارة الصناعة شركاتها أو وزارة التجارة أو من قبل القطاع الخاص، بحيث تكون هناك مناغمة من أجل امتصاص الصدمة. ما يحصل اليوم حتى الصناعي العراقي أصبح عبارة عن تاجر يستورد المواد اللي موجودة من الخارج، يرتفع سعر الدولار يرفع السعر، وبالتالي لا يفكر بالبديل ولا يفكر أنه يصنع ولا يفكر أنه يكون هناك تنسيق لأي خطوة معينة من أجل إجراء إصلاحات حقيقية. إنشاء الصندوق اليوم ربما هذه الخطوة جاءت متأخرة، كنا نأمل أن هذا الصندوق ينشأ منذ سنوات بعد أنه اكتمل تعويضات الكويت. كان هناك مقترح أنه 5% توضع في هذا الصندوق ويضاف إلها الوفرات المتحققة من الإيرادات النفطية ويتم استخدامها من أجل القيام بمشاريع استثمارية تنموية قادرة مثل ما ذكر الأستاذ هيثم على وضع سياسة للتشغيل. اليوم أهم فقرة أنه اليوم تشغل الاقتصاد، كيف تشغل عجلة الاقتصاد بحيث يكون عندك أولا امتصاص للبطالة من جهة، تشغيل الموارد البشرية، خلق دورة اقتصادية جديدة بحيث تسهم بتكوين ناتج محلي وطني. هذا الناتج المحلي سيعيد دورة الدخل من جديد، وبالتالي تكون الأموال اللي تذهب إلى خارج العراق من العملة الصعبة نتيجة الاستيرادات تكون وجودها بالداخل. لذلك اليوم نشوف المشكلة اللي صارت بتطبيق السياسة الجديدة من قبل البنك المركزي بمزاد العملة أثرت بشكل مباشر على ارتفاع السوق، وبالتالي ارتفاع الأسعار المواد الغذائية وانخفاض الدخل الحقيقي للمواطن، وبالتالي هذه مشكلة. اليوم عندما ترتفع الأسعار وتصل إلى مستويات غير مسبوقة سيدفع ثمنها المواطن البسيط نتيجة ارتفاع المواد الأساسية اللي ما تمتلك لا يمكن المرونة بها كونها أسعار مواد غذائية أساسية، أي ارتفاع سيؤثر بشكل كبير جدا. لذلك نحتاج أنه هذا البرنامج اللي أطلقه السيد رئيس الوزراء أنه يطبق بالشكل الصحيح، بشكل يجعل هناك فعلا تنسيق للمجلس الاقتصادي وتنسيق لهيئة المستشارين ورابطة المصارف والقطاع الخاص، كل المعنيين اليوم يكون عملهم عمل منسق من أجل إخراج. اليوم صح هذه أزمة في بدايتها بتطبيق نظام صحي، لكن هذه ستوقف نزيف الكثير من العملة الصعبة المهربة إلى الخارج، لأن اليوم ما يخرج من عملة صعبة لا يوازي حجم البضائع والسلع اللي يدخل الى داخل العراق. هنا أنا ايضا نتحدث عن التتبع لهذه الاموال استاذ هيثم، وهذا الموضوع مهم جدا كما اشار الى ملامحه الاستاذ علاء الفهد. يعني الاستثمارات اللي نتحدث عنها واستثمارات دوليه تتطلب نظام مصرفي مرن الى شبكات علاقات مع مصارف دوليه اخرى بقباله هذا، نتحدث عن ما تعرضت له 4 مصارف قبل أيام من عقوبات من الخزانة الأمريكية، وأيضا 10 مصارف أيضا أدرجت على هذه اللائحة عقوبات محتملة بسبب عدم اتباعها النظام الإلكتروني وتقنيات التتبع لهذه الأموال. يعني حقيقة الموضوع أنه يعني يمكن تكلمنا به كثيرة، وتكلمت يعني زملائنا وخبراء وكثير من اللقاء صار بهذا الخصوص. القضية انه تطبيق الانظمة يعني اسبقتنا دول قد اقل من عندنا، يعني يمكن مرتبة اجتماعية او مرتبة دولية من ناحية الامكانيات ومن ناحية عدد البشر ومن ناحية حتى الموارد. يعني انا اليوم يمكن لو اشير الى انه بعض الدول انه مثل يعني
خلينا نقول احنا فلسطين مثلا لو تجي عليها دوله بسيطه بمواد بسيطه هي مطبقه مثل ما قلنا نظام الخزينه الموحد ومطبقه عندها نظام افمس ومنتقله الى موازنه البرامج الاداء. قضيه التتبع استاذ بالنظام الورقي اصلا هذا شيء مستحيل. احنا نظامنا ورقي واليوم انت يعني لولا انه لطف الله عز وجل وتقديرات ما اعرف الشرفاء الخيرين الخبراء وسمعنا عن تحويل مليارات لا وجود لها خيال بس مجرد ورقه تحرك. هاي العمليه من الصعب ان نتابع بها ومن الصعب ان نشوف عمليه الانتاج. القطاع المصرفي احدى مهامه هو المساهمه في التنميه. نعم. انا لحد الان المصارف الاهليه هي عباره عن صيرفه لم تساهم بنسبه 3% بالتنميه العامه. وقانونها هالشكل ثلاث مقاتب او ثلاث شكلات صيرفه يقدرون يشكلون مصرف ياسسون مصرف يعني وصارت مصارفنا 70 او اكثر من 70 كما اشار اليها الخبير الاقتصادي في التقرير. دكتور القضيه تتعلق احنا ما عندنا لحد الان حتى مصرف الرافدين والرشيد. نعم. انتقلت للعدوى واصبح دائع صيرفه. احنا ما عندنا نظام مصرفي حقيقي يعمل على في مجال التنميه. هي وين القضيه؟ هاي فلوس يعني هي فلوس المودعين فلوس الشعب تنحط في هذا الصندوق ومن ثم تدار في عمليه التنميه وتدب. احنا مرات نتيجه انه الاموال الموجوده وعدم استثمارها بالطريقه الصحيح نوقع في فخ نسميه احنا فخ يعني السيوله او يعني هذا النقد السيوله او فخ السيوله. هي شو يسوي؟ يخلي المصرف انه فلوس يعني عنده تراكميه وايده بالنقد ما يقدر يشغلها وما يقدر يعطي فائده، فما تصير عمليه حتى التنميه ولا تستمر عمليه العمل. اساس القطاع المصرفي السياسه المصرفيه ان تدخل الى قطاع التنميه وتشارك في قطاع التنميه وايجاد فرص العمل. نعم. احنا المصارف الاهليه عندنا صارت يعني يحتاج الى اعاده هيكله واعاده ضبط ومن ثم محاوله دمج كل ثلاث مصارف اربعه ويكون عندنا عدد بسيط ممكن متابعته ممكن العمل في سبيل ان نحقق ويكون احدى شروطها الدخول في التنميه. دكتور حقيقه ترى الاداره الماليه خلينا نقول احنا التنميه الشامله تؤثر حتى على بنيان المجتمعي. انا اليوم من وحدة القروض اللي موجوده من اروح اقترض يحتاج لي من البنك في سبيل اسوي اي مشروع يحتاج لي فد شيء ما اعرف يعني فد شيء خيالي من الـ 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 يعني خلي من الضمانات الكفيل والورقي ويمكن بعض الرشاوى لبعض الموظفين في سبيل اخذ هذا القرض لابني بيت او اروح به في لاكمال مسيره الحياه كمواطن ومن حقي. لكن في بعض الدول تلقى اكو ضمانات شخصيه تقول لي شلون اقول لك هو بضمانته الشخصيه ياخذ قرض ويروح يكمل مشروعه. ليش؟ لان هاي المجتمعات تعرف مواطنية حق المعرفه. احنا اليوم نظامنا اللي موجود ودعوه رئيس الوزراء الى احداث ثوره في الاداره المصرفيه فشيء كبير ومحترم. هاي الانظمه برا تميز مواطنيها، تميز السيء وتميز الجيد، وعلى اساسها ممكن وضع برامج وتبني هاي وتبني البرامج بصوره عامه، تنمي القدرات الجيد وتطور اكثر وتحاول تعالج مشاكل السيء الى ان تكتمل وتحسن الوضع المجتمعي وترجع الثقه في المجتمعات. هاي الانظمه متكامله الناتج مالتها النهائي هو راس المال المجتمعي. احنا كل هذه النظريات والفرضيات دكتور بعيدين عنها. احنا ما لم يتحقق ثقافه مجتمعيه انه هذا هذه الرواتب في المصارف لا تسحب كلها وانما اجزاء منها وهذا ما تتحقق الا الموثوقيه المجتمعيه بين الحكومه والشعب. اشكرك شكرا جزيلا سيد هيثم الحسن الخبير الاقتصادي وشكر كثير لحضرتك الاستاذ علاء الفهد الخبير الاقتصادي. نتواصل وياكم مشاهدي الاحبه بعد الفاصل نتابع. حكومة الخدمات اليوم تسعى إلى التحقيق بانتهاكات حكومة تصريف الأعمال لحقوق الإنسان وإيجاد الحلول، ومن ضمن الخطوات كانت استقبال الشكاوى من قبل الذين تعرضوا للتعذيب أو التعنيف وحتى التقارير الدولية والمحلية. انتقدت بشدة انتهاكات حكومة تصريف الأعمال لحقوق الإنسان دون مبرر قانوني. إذن مشاهدينا الأحبة خلونا نفتح هذا الملف لكن بعد أن نشاهد التقرير الآتي. في تشرين الأول الماضي انتهت حقبة السلطة التي كان أبرز سماتها الفساد وانتهاك حقوق الإنسان. عادت بحكمها زمن النظام البائد بالتعدي على المواطنين الأبرياء، حيث كشف تحقيق صادر من صحيفة واشنطن بوست كمية الجرائم التي مورست تجاه أبناء البلد،
إذ قضت الصحيفة 9 أشهر للوصول إلى الأدلة التي تثبت صحة التعذيب والانتهاكات الإنسانية. الانتهاكات الكبيرة والكثيرة التي تحققت في زمن الكاظمي ومنها لجنة الأمر الديوانة 29 بقيادة أبو رغيف كبيرة وقد لا تحصيها حتى الملفات إذا ما عرفنا بأنها مورست ضد قد تكون جرائم ضد الإنسانية في هذه اللجنة. الحكومة بل الدولة مطالبة بأن تكون بصف المواطن العراقي وبأن تكشف لنا هذه التجاوزات اللا أخلاقية واللا إنسانية وإيداع من قام بها إلى السجن. وعقب نشر هذا التقرير وعلى إثر تضمين حقوق الإنسان في المنهاج الوزاري لحكومة الخدمات الحالية، سعت إلى ملاحقة المتسببين بالتجاوزات الإنسانية إلى جانب مكافحة الفساد، الآفتان اللتان نخرتا جسد البلد وأهلكتا اقتصادها، وتراجع ثقة المواطن بالحكومة بعدما جرى من حكومة تصريف الأعمال حركات وحشية وصفقات فساد وراءها مصالح شخصية. يعني الانتهاكات اللي حصلت في زمن حكومة الكاظمي هي انتهاكات واضحة التي جاوزت على معيار حقوق الإنسان وأيضا جاوزت على معيار إدارة المؤسسات للدولة العراقية، وكان لابد أن يكون هنالك قرار سياسي من شأن سياسي عراقي. فالمهمة صعبة أمام حكومة الخدمات وفق ما يرى المراقبون، حيث الفساد المتراكم في كل أروقة مؤسسات الدولة التي خلفتها الحكومة السابقة والتعدي الصريح على حقوق الإنسان تحت ذرائع التحقيق بملفات الفساد، حيث دانتها حتى الولايات المتحدة لما لها من أثر كبير في التجاوز على المعايير الإنسانية. نهى الشمري، الأيام الفضائية. مجددا حياكم الله، وارحب بضيفي الكريمين الاستاذ فيصل راضركان الخبير القانوني، حياك الله استاذ فيصل ضيفا كريما، وكذلك ارحب بضيفي الكريم استاذ هادي جلو مرعي رئيس مركز الحريات الصحفيه، حياكم الله ضيوف الكرام. اهلا استاذ هادي. خلينا نبدا من موضوعه تقرير واشنطن بوست اللي اكدت به انها اجرت مقابلات مع ضحايا لجنه ابو رغيف الذين اكدوا بدورهم انهم تعرضوا لابشع صور جرائم التعذيب اثناء التحقيقات اللي اجرتها معهم لجنة مكافحة الفساد. لجنة مكافحة الفساد هي من أحدثت الفساد، يعني حتى أمريكا اللي هي لا نبرئ ساحتها من تأسيس الفساد صاحت الداد من هذه اللجنة. والله أنا يعني بصراحة كنت مطلع للأسف الشديد منذ البداية، منذ الأيام الأولى لاعتقال مجموعة من الشخصيات الوظيفية في الإدارات العراقية المختلفة من خلال لجنة الأمر الديواني، وهذه اللجنة أنا شخصياً أعتبرها لجنة فاسدة في الأصل، وأصل وجودها فاسد أيضاً. في الواقع هي لم تكن لجنة لمحاربة الفساد، هي كانت لجنة تلقي القبض على بعض الشخصيات وتضعهم في السجن وترغمهم على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب، وبعضهم أصيب بالشلل وبعضهم توفي. يعني أحد المسؤولين في وزارة التجارة العراقية قتل تحت التعذيب، وأنا أستغرب يعني بصراحة أنه لا تتخذ إجراءات حقيقية بحق الذين قاموا بقتل هذا الموظف، يعني موظف دولة، وبعد ذلك أحد المسؤولين تعرض إلى الشلل ومسؤول آخر عذب بطريقة وحشية وأجبر على الإدلاء باعترافات، ثم حوكم هؤلاء ووضعوا في السجن لمدد زمنية، بعضهم وصل الحكم حتى 12 سنة، وكانت يعني استخدام لبعض أجهزة الدولة، ولا أريد أن أسميها يعني باعتبار صورة تسلطية، لأنه بعض أجهزة الدولة
كانت خادمة لبعض المسؤولين في حكومة السيد الكاظمي، وهذه الأجهزة كانت تطوق حتى يعني مناطق اللي باتجاه المحاكم لوصول المتهمين وإصدار أحكام قاسية عليهم، وكان يعني موضوع التعذيب مروع في الواقع، وكان لا يسمع للمحامين وكان لا يسمع لغيرهم، وكانت هذه اللجنة هي التي تقرر التهمة وهي التي تصدر الحكم. وبعد ذلك يعني القضاء العراقي أعاد جزء من أو شكل من أشكال التحقيق أو إعادة المحاكمة، وتم الحكم عليهم بسنتين أو سنة يعني خلال الأيام الماضية. وحسب ما أعرف أنه أحد الذين خفض حكمهم إلى السنة، وهم الآن يفترض أنهم يخرجون من السجن لأنهم تجاوزوا المدة التي صدر بها الحكم وهي السنة أو سنتين، ولكن أحد المتهمين أو أحد السجناء يرفض الآن الخروج لأنه يعتقد أنه بريء وأنه أرغم على الاعتراف تحت التعذيب، وأنه يعني هو رفض حتى مغادرة السجن الآن حسب معلوماتي يعني. حتى تتم إعادة المحاكمة، وهذا أيضا مستجد جديد. أستاذ فيصل رحب بكم مجددا. يعني تنفيذا للمنهاج الوزاري ورفض الممارسات اللي اتخذتها حكومة الكاظمي بالابتزاز والتعذيب والإهانة وصلت حد الاغتصاب والخنق بالماء وغيرها من هذه الوسائل التعذيبية، هذا ما جاء عن طريق مستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان بأن ترفع هذه الملفات إلى التي فيها ادعاءات للتعذيب إلى الادعاء العام. كيف تصف هذه الخطوة أستاذ فيصل باعتبارها خطوة متقدمة وسريعة كي ينال الفاعلون جزاءهم العادل؟ مساء الخير عليكم وعلى الأستاذ هادي ومشاهدي قناتكم الكريمة. أهلا أستاذ. طبعا بالتأكيد احنا إذا نريد نرجع إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقية النافذ ووضح بشكل لا يقبل الشك، يعني أنه لا يمكن الاعتداد بأي إفادة أو اعتراف أخذ بالإكراه. الإكراه هو طبعا أما بالتعذيب أو التهديد أو يعني استخدام الأساليب الأخرى مثل ما قيل أن هنالك اعتداءات جنسية إلى آخره، هذه يفترض أنه لا يعتد بها القضاء. يعني هو عندما يقدم المتهم أمام القاضي يفترض أن يسأله، يقول له هل هذه إفادتك كانت أخذت بالقوة بالإكراه بالتعذيب؟ وبالتالي القاضي ملزم بأن يعيد المحاكمة، يعني يفترض أنه يعيد الإجراءات حتى الإجراءات التحقيقية. المهم أنه صارت هذه المسائل، لذلك اليوم الخطوة التي أقدم عليها رئيس مجلس الوزراء بإحالة الموضوع إلى الادعاء العام بالتأكيد خطوة جيدة، وهي من سوف تظهر الحقائق، لأنه موضوع الاعتداء الجنسي عقوبة وفق المادة 393 بالقانون العراقي تصل إلى الإعدام. أما من تعرض إلى التعذيب وإلى وصلت الأمور إلى القتل بالتأكيد هذا راح يعاقب وفق المادة 406، لأنه يعني أهم أيضا تشمل عقوبة الإعدام. هذا يعني موظف رسمي قام بالاعتداء، هذه ضرب مشدد، يعني حتى في عملية القتل، يعني قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد وبمشاركة آخرين، هذا عقوبة الإعدام لا يمكن أن تكون غيرها بالتأكيد. لذلك وبالتأكيد يعني سوف تعاد المحاكمة. الادعاء العام سوف يعمل على إرسال يعني المدانين الذين تضرروا من جراء أعمال التعذيب إلى الفحص الطبي بعد أن يثبت أنه هنالك اعتداء عليهم، تعاد المحاكمة ابتداء من التحقيق، يفترض يعني من التحقيق من أجل أنه تكون هنالك عدالة في تطبيق الأحكام والمتهم بريء حتى تثبت إدانته. طيب أستاذ هادي، يعني نفس التقرير اللي جاء بالواشنطن بوست، اللجنة البرلمانية اللي اختصت بالبحث والتحقيق في أعمال هذه اللجنة ومتابعة ملفاتها أيضا توصلت إلى نتائج مقاربة، بالتالي لما يكون هنالك تعضيد وثبات أو ثبوت قضية فيها هدر للمال العام، قضية فيها أبرياء يتم التحقيق معهم، ملفات سياسية تشتغل في هذه المساحة، ابتزاز لهذه الشخصيات، هل نكتفي بحلول قانونية أم أن هنالك
حلول سياسية من الممكن أن تقدم مؤداها حتى يعني تتوقف هذه الانتهاكات والخصومات. يعني هو شوف أستاذ أحمد، تاريخ العراق تاريخ بشع في مجال السجون منذ أيام تأسيس الدولة العراقية الأولى عام 1920 وحتى اللحظة، يعني ولا أستثني نظاما سياسيا أو شكلا من أشكال الحكم للأسف الشديد. ولذلك هو الأمر بالفعل هو أمر سياسي، ويبدو أن لدينا حالة شذوذ، يعني شذوذ نفسي عند البعض الذين يعملون في بعض المؤسسات الأمنية الذين يقومون بعمليات التعذيب بطريقة بشعة ومذلة ومهينة، وهؤلاء يفتقدون لكل أشكال الإنسانية. أنا يعني لاحظت أنه إحنا يعني جيل بعد عام 2003 اللي يعملون في بعض المؤسسات الأمنية، طبعا هؤلاء لم يعاصروا نظام صدام حسين ولم يعاصروا نظام أحمد حسن البكر ولا عبد الرحمن ولا عبد السلام عارف ولا عبد الكريم قاسم ولا عهود الملكية الأولى منذ فيصل الأول حتى غازي وفيصل الثاني وعام 58 بانقلاب قاسم، ولكن هذه العهود من 20 وحتى اللحظة تشهد ذات التعذيب. هذا الجيل اللي إجا بعد عام 2003، طيب هذا الجيل يعني هل هم أولاد الذين كانوا يعذبون الناس في سجون صدام حسين مثلا أو أحفادهم أو ابناء عمومتهم؟ لكن أنا أعرف أنه أغلب اللي اجوا بعد عام 2003 واشتغلوا في المؤسسات الامنيه يفترض انهم كانوا معارضين لصدام حسين وبعضهم كان ضحيه، يعني حتى من خلال المسميات هم مرفوضين من قبل نظام صدام حسين وكانوا تحت الضغط سواء كان من خلال الانتماء الطائفي او الانتماء العشائري او الانتماء المناطقي. فكيف هؤلاء اللي اجوا بعد عام 2003 وبعد هذا العام هم شبان ودخلوا الى يعني مراكز شرطه والى دوائر عدليه وغيرها يمارسون هذه الطريقه البشعه من التعذيب وصنوف من التعذيب؟ نعم. يعني وهاي آسف بعضها مبتكرة، يعني أنا سمعت أنه بعض الصنوف من التعذيب أنه مستوردة من دول أخرى وبعضها لم يعني صدام حسين وسجون صدام حسين كانت مشهورة بأنواع التعذيب ويعني ما تسولف أصلا خبل السولفة. نعم. لكن الآن هؤلاء هل هم ورثوا هذا من النظام السابق؟ يعني يعتقدون أن النظام السابق قدوة لهم مثلا في هذا المجال؟ أم أنها قضية مرتبطة بالنفسية العراقية؟ شبان يمارسون التعذيب بهذه الطرق البشعة، معناه الأمر ما مرتبط بنظام سياسي بصراحة. أقول لك إياها، لا بالعهد الملكي ولا بالعهد القاسمي ولا بالعهد البعثي ولا بالعهد الحالي، وإنما وكأنه مرتبط بالنفسية العراقية. هاي حالة الغضب والعدوانية الشديدة والتعذيب. طيب هم متهمين بالفساد، أنت عندك آلاف العراقيين ما شاء الله متهمين بالفساد، يعني إحنا هسه الفاسدين عندنا بقد العصافير اللي تطلع الصبح، انت تلزم عصفور وتخنقه وتعوف مليون عصفور تقول له روح طير الله وياك حلق. وبعضهم الان وصل بلجيكا من الفاسدين اللي باقوا مليارات الدولارات والدنانير وبلندن وغيرهم، وكثير من الفاسدين يستثمرون في دول مختلفه من العالم. هذه انتقائيه والى ماذا؟ اذا هي الحاله انتقائيه، هي حاله انا اعتقد انه هذه اللجنه كانت تضغط على هؤلاء من اجل ارغامهم على توقيعات واعترافات وحتى التنازل عن املاكهم. نعم. والدليل انه كثير من الفاسدين الاخرين بالسجون ما حد عذبهم، لان واضحه التهمه، شدك انت والله بايق له يعني مبلغ بسيط مليونين دولار ثلاثه، وانت ايش عندك؟ والله خامط له مليارين ثلاثه، انت ايش عندك؟ سرقه القرن. نعم. انت ايش عندك؟ امشيت على الضراب، انت ايش عندك؟ خامط لك من وزاره النفط كذا ومن التجاره ومن الزراعه. زين، انت جيت على مجموعه قليله خمسه سته وتمارس وياهم هذا التعذيب وبهذه الطريقه البشعه، اذا هم دول ابرياء. التعذيب بهذه الطريقه يثبت انه مدير التقاعد بريء ومدير وزاره التجاره بريء وابو الاستثمار الزاملي بريء والاخرين ابرياء، يثبت انهم ابرياء، لانه انت لما تمارس معهم هذه الطريقه وانت اذا كنت متيقن انهم فاسدين وعندك ادله، ليش تضربهم؟ ليش تعذبهم؟ خب هي الادله وقضاء يحكم. وهذا الموضوع استاذ فيصل يحرجنا ايضا بالمنظومه الدوليه، يعني هذه الجرائم تعتبر دوليه ايضا باعتبار ان العراق وقد وقع على معاهدات اتفاقيات دوليه مناهضه للتعذيب، مواثيق العهد الدولي وحقوق الانسان، المحكمه الجنائيه الدوليه، بالتالي هذا الموضوع ما راح يحرج العراق واحنا صار لنا 20 سنه ونحكي ديمقراطيه وحقوق انسان. نعم، هو العراق وقع على اتفاقية نبذ العنف أو نبذ التعذيب اللي شرعت عام 1987 وصادقت عليها الأمم المتحدة. العراق وقع على العهد الدولي وأيضا في نفس الموضوع العراق وقع على اتفاقية حقوق الإنسان، أيضا ملزم بتنفيذ البرنامج الدولي الذي أقر من قبل المحكمة الدولية.
هذه الحقيقة كلها تعرض العراق إلى المساءلة وإلى الشك في موضوع حقوق الإنسان. احنا أكدنا وحقيقة أنا صارت حادثة وحتى من خلال قناتكم الكريمة ومن خلال قنوات أخرى من هذا الشاب اللي اعترف بأنه قتل زوجته في أعتقد في بابل، وبالتالي كانت زوجته طيبة يعني بسبب التعذيب. وقلنا أنه يفترض أن يكون المحقق هو محقق عدلي، يعني خريج كلية القانون. أكو عندنا محققين عدليين موجودين في القضاء العراقي، يعني لا أحيل موضوع التحقيق إلى ضباط الشرطة أو إلى جهات أخرى، لا يعني غير ملمة بهذه الأمور اللي تحدثنا عنها، ولا تعرف شنو أصول التحقيق وإمكانية أنه تصل إلى الحقائق من خلالها. اليوم احنا امام مساله دوليه كبيره الان، يعني اصبحت قضيه راي عام دولي الان. لذلك العراق يجب ان يتخذ القرارات المناسبه بهذا الخصوص ويسير بشكل صحيح. وانت من يقول انه هنالك اشخاص اخرين الان في جهات معينه قد يتعرضون الى التعذيب؟ يعني هذا الموضوع ما محسوم نهائيا بشكل واضح، يعني امام بس هاي اللجنه، لجنه 29 وغيرها. اعتقد انه اتباع الخط السير الصحيح في إجراءات التحقيق هو السليم. أستخدم المحققين العدليين اللي هم جزء من المنظومة القضائية، وبالتالي هنالك محاكم تحقيق خاصة هي من تتولى عمليات التحقيق، وهنالك طيب. محاكم جنائية. طيب هسه الموضوع هو تعلق ببر غيف هو اللي شال الليل أستاذ هادي، ولكن الموضوع يتعلق به شخصيا. لو أكو شخص شكل، أكو شخص اشترك، أكو شخص أعطى الأوامر، بالتالي هذه المسؤوليه لما يكون بها ادعاء عام ومنظمات دوليه، الكثير من الامور التي من الممكن محاسبه هؤلاء المتورطين. هل نكتفي بمحاسبه شخص واحد اللي هو نفذ، ام ان المنظومه كلها حتى تصل الى رئيس الوزراء السابق؟ شوف استاذ احمد، رئيس الوزراء السابق بريء، رجال خير وحباب من اوادم وما له علاقه باي شيء، بريء تماما. راح تقول لي شلون؟ هسه انت راح تضحك، بس من تسمع جوابي راح ترتاح. اكو عرف سياسي خاف اقول عليه حقير وتزعلون علي، نتج عام 2003 من النظام السياسي العراقي الحاكم، وهو شنو هذا العرف؟ رئيس الوزراء قديس، رئيس البرلمان قديس، رئيس الجمهورية قديس، لا حد يوصل يمه ولا حد يدق بابه لو شنو ثروته. وانت تدري حضرتك زعامات ورئاسات الان لو تتفحص ثرواتهم مش قد مهوله، يعني ثلاث ارباع العراقيين الجوعانين وهي السحفاي بسبب هذا النظام السياسي يمكن يقول لك لا حول ولا قوه الا بالله ويظل يدق يلطم على راسه. العرف السياسي في العراق بعد عام 2003 ما يحاكم ولا يلاحق مسؤول بمنزله رئيس برلمان او رئيس جمهوريه او رئيس وزراء. وهذا واحده من جرائم النظام السياسي العراقي بعد عام 2003، وهذه خطيئه بحق الشعب العراقي وبحق حتى النظام السياسي. انت لما تجي، وهذا ايضا اعاتب به اني، ايش قد صار اكو جهات بدون تسميات، وانت تعرف قصدي، الكاظمي يا ابو الكاظمي، حتى اتهموا الكاظمي بحادثه المطار، مو؟ زين انتم تتهمون الكاظمي بحادثه المطار، شو العد ما تتحركون؟ لو هي شنو ما اعرف، يعني وكانه هي عياره لو حقيقه، يعني انا ضايج منك، اضغط عليك، دا ابتزك، طيب انت ذا هو انتم تدرون به متهم، ليش ما تحاكموه؟ ليش ما تلاحقوه؟ قضيه لجنه ابو رغيف الله يحفظه، قضيه لجنه ابو رغيف الله يحفظه، القضاء ايضا هو وراها، طبعا هو الكاظمي اسسها، بعد امي اسستها، حتى بوجود الكاظمي لما يكون هنالك عدم دستوريه وعدم قانونيه لهذه اللجنه، ولكنه ايضا رئيس الحكومه السابق ما نفذ امر القضاء، ما نفذ امر القضاء. زين حضرتك تسالني تقول من وراء ابو رغيف؟ اذا كان رئيس وزراء الكاظم وراء ابو رغيف، طيب ليش ما يلاحق الكاظم؟ ليش ما يحاكم؟ احنا عندنا عرف سياسي يرقى على القانون، وهو عدم ملاحقه رئيس الوزراء السابق. عرف سياسي. نقطة بس العرف السياسي ما ادري مدى قانونيته، ولكن ما في قانونية. خلينا نعرف الاستاذ استاذ فيصل، يعني خلينا من العرف السياسي نروح الى تعويض المتضررين. يعني اليوم ضروري انه يعني انصافهم نفسيا ماديا معنويا، ربما البعض منهم اصيب بعاهه مستدامه فضلا عن جبر الضرر النفسي والمادي والمعنوي. طبعا بالمناسبه هو سؤال وجيه الحقيقه، يعني وهذا ممكن انه
نجاوب عليه هم ايضا بشكل قانوني. قانوننا للاسف الشديد لا يتضمن اي تعويض للمتضرر نتيجه الاعتقال او نتيجه السجن او نتيجه اي مساله اخرى، لا 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 لا, لا يعوض ماديا ولا معنويا، يعني ما عندنا فد نص قانوني، لكن باعتبار ممكن انه يكون هنالك اجراءات تقوم بها الدوله من اجل جبر خواطرهم، من اجل تعويضهم بشكل اخر، اما القانون فليس به اي ماده ممكن ان تعوض. لكن يعني انا هم عرف سياسي صار هذا، لا لا قانون صار عندنا عرفين مو عرف واحد، بس اكو طريقه اخرى، اكو طريقه اخرى بامكان المتضررين يقيمون دعاوي شخصيه على من اساء لهم وبالتالي يستطيعون الحصول على التعويض. اشكرك شكرا جزيلا استاذ فيصل الريكان الخبير القانوني والاستاذ هادي جل المرعي، شكرا استاذ رئيس مركز الحريات الصحفيه، شكرا لك في هذا الملف. شكري موصول لكم مشاهدي الاحبه على حسن المتابعه، في امان الله.